السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، معكم أخوكم محمد من قناة شروحات للمعلوميات في حلقة جديدة، والتي سوف أتطرق إن شاء الله من خلالها إلى طريقة حماية القرص الصلب الخاص بنا أو أي قرص صلب خاص بنا، سواء كان داخلي أو خارجي في الحاسوب الخاص بنا، بكلمة المرور عن طريق برنامج المدمج مع الويندوز الذي هو بيت لوكر بطريقة سهلة جدا. وبهذه الطريقة يمكنك أن تقوم بحماية البيانات الخاصة بك من المتطفلين أو من الغرباء أو من حتى العائلة. فكما نعلم جميعا، فنحن نستخدم الحواسيب بشكل مشترك في المنازل الخاصة بنا، وهناك من يقوم بوضع بياناته أو أشياء متعلقة به ويريد أن يقوم بحمايتها. إن شاء الله في هذه الحلقة سوف أريك طريقة سوف تغنيك عن البرامج أو شيء من هذا القبيل. أولا، قبل أن نقوم بشرح الطريقة، أدعوك أخي الكريم إلى الاشتراك في قناتنا على اليوتيوب، ولا تنسى تفعيل زر الجرس حتى تتوصل إن شاء الله بكل جديد القناة. جيد، سبق وأن شرحت هذا البرنامج البيت لوكر في عدة حلقات، كيف تقوم بغلق القرص سواء كان بواسطة برامج أو بدون برامج. كل هذه الأشياء إذا كانت تهم، كيف تقوم أيضا باستعادة كلمة المرور في حالة فقدانها، أو في حالة لم تستطع الدخول إلى هذا القرص يمكنك أن تستعيد كلمة المرور. كل هذه الأشياء إذا كانت تهم سوف تجد إن شاء الله الروابط أسفل الفيديو. جيد، الآن سوف نمر إلى شرح الطريقة. أول شيء سوف نقوم به نتوجه إلى ديماري، ثم نختار كنترول بانل، بعد الدخول إلى كنترول بانل سوف تجد هنا بيت لوكر درايف، كما تلاحظ هذا هو البيت لوكر، هذه الأداة المدمجة مع الويندوز، فهي متواجدة على جميع النسخ الخاصة بالويندوز 8 8.1 7، وكذلك متواجدة على الويندوز فيستا، لكن هناك بعض الويندوزات الويندوز في ويندوز 7 تتواجد فقط في النسخة الليميت. جيد، كما قلت هذه الخاصية أو هذا البرنامج المدمج مع الويندوز كما قلت يساعد على حماية البيانات بواسطة حماية البارتيشن أو الأقراص الصلبة بواسطة كلمة المرور، ولن يستطيع أي شخص أن يقوم بالدخول إلى هذا القرص إلا إن كان يتوفر على كلمة المرور ليستطيع أن يقوم بالولوج أو الدخول إلى القرص. جيد، الآن سوف نمر إلى شرح الطريقة. جيد، الآن نتوجه إلى حاسوبنا أو إلى الديسيس بي سي على هذا الشكل كما تلاحظ، سوف تجد هنا الأقراص المتواجدة لديك كما تلاحظ هنا، فأنا أتوفر على ثلاث أقراص، هنا القرص الخاص بي السيستم، هنا التقسيمة دي، وهنا هذه فلاجة كما تلاحظ معي. جيد، الآن سوف نقوم بحماية هذا القرص بواسطة كلمة المرور. فمثلا نحن نتوفر على بعض الملفات هنا كما تلاحظ، ونريد أن نقوم بحمايتها من المتطفلين. كل ما عليك فعله هو أن تتوجه إلى القرص الذي تريد أن تقوم بغلقه، تقوم بالضغط عليه بضغطة الزر الأيمن، ثم تختار هذا الخيار الذي هو Turn on BitLocker، تختار هذا الخيار. جيد، بعد ذلك سوف يظهر لك هنا شوازي هاو اون لوك دي فريز، نختار هذا الخيار، ثم بعد ذلك ندخل كلمة المرور 1 2 3 4 5 6 7 8، فقط للتجريب 1 2 3 4 5 6 7 8. جيد، الآن سوف نقوم بالنقر هنا على هذا الخيار الذي هو next. جيد، هنا هذا أمر ضروري جدا بالنسبة للاختيار الأول، هنا يطلب منك أن تقوم بحفظ الكي الذي كما قلت عندما تقوم بنسيان كلمة المرور الخاصة بالقرص يمكنك أن تقوم باستعادته من خلال هذا الكي. بالنسبة للاختيار الأول فهو لا يشتغل، الخاص به يمكنك أن تقوم بحفظ هذا الأخير على مايكروسوفت فهو لا يشتغل، فإذا قمت بالنقر عليه كما تلاحظ لا يشتغل. بالنسبة للاختيار الثاني يمكنك أن تقوم بحفظ الكي على الفلاشة، نقوم بالنقر على سيف تم حفظه على الفلاشة، لنتأكد من ذلك نقوم بالدخول إلى الفلاشة، سوف نجد تم حفظه هنا، نقوم بالدخول إليه كما تلاحظ هذا هو الكي، هذا كما تلاحظ هنا ريكوفري كي، عندما تقوم بنسيان كلمة المرور يمكنك استعادته بواسطة هذا الكي، سبق أن شرحته في حلقة سابقة يمكنك العودة إليها. جيد،
هنا الاختيار الثاني يمكنك أن تقوم بحفظه على الديسكتوب الخاص بك كما تلاحظ هنا. كما تلاحظ فأنا قمت به مسبقا، سوف أقوم بحذف هذا ثم نقوم بعملية الحفظ. لم يستطيع أن يقوم بحفظه، سوف نقوم بإعادة الكرة. جيد، تم حفظه الآن. هنا بالنسبة لاختيار ثاني يمكنك أن تقوم بعمل أمبريمو للكي، ثم تنقل هنا على إذا كنت تتوفر على الأداة الخاصة باستخراج الأوراق كما تلاحظ معي هنا، فهذا لا يهم. ثم تنقل هنا على نيكس، بعد ذلك تنقل على نيكس، وبعد ذلك تنقل على ستار، ثم بعد ذلك سوف يتم قفل القرص. جيد، هذا هو القرص، تم قفله كما تلاحظ. هذا هو القرص تم قفله، لكن لم يتم قفله بعد لأن لم أقم بإعادة تشغيل الحاسوب. فعندما تقوم بتشغيل عندما تقوم بإعادة تشغيل الحاسوب سوف يتم قفله. عدنا لكم إخواني الكرام بعد أن قمنا بعملية إعادة تشغيل الجهاز، فكما تلاحظون معي أصبح لدينا القرص الآن مقفل بقفل كما تلاحظ معي هنا، أصبح لا يمكن الدخول إليه كما تلاحظ معي هنا، يطلب منك إدخال كلمة المرور. فكما قلت الطريقة رائعة جدا، فقط يمكنك أن تقوم باتباع الخطوات التي قمت بها، وإن شاء الله سوف تقوم بحماية القرص الخاص بك من الدخلاء أو من المتطفلين بطريقة سهلة جدا. الآن سنقوم بالدخول إلى القرص الخاص بنا. نقوم بإدخال كلمة المرور 1 2 3 4 5 6 7 8، وبعد ذلك ننقل على هذا الخيار، ثم بعد ذلك سوف يفتح معنا القرص الخاص بنا كما تلاحظ معي الآن. أصبح القرص الآن كما تلاحظون، قمنا الآن بفتح القرص الخاص بنا. جيد، الآن إذا كنت تريد أن تقوم بإزالة القفل نهائيا من القرص الذي قمت بغلقه، الطريقة كما قلت سهلة جدا. يمكنك أن تقوم بالذهاب إلى كنترول بانل بالنقر على ديمارة، ثم تختار هنا كنترول بانل، بعد ذلك تذهب مباشرة إلى بيت لوكر، وبعد ذلك سوف تجد القرص المغلق. هذا هو القرص المغلق الدي كما تلاحظ هنا، دي كما تلاحظ. سوف تقوم هنا بفتح هذا الخيار لكي يظهر لك هنا مجموعة من الخيارات. بالنسبة هنا إذا كنت تريد أن تقوم باستعادة الكي كما تلاحظ هنا، باك يور ريكوفري كي، هنا إذا كنت قد نسيت كلمة المرور يمكنك أن تقوم باستعادة من خلال هذا الخيار كما تلاحظ معي هنا. نفس الشيء هنا إذا كنت تريد أن تقوم ب كما قلت هنا change password، هنا إذا كنت تريد أن تقوم بتغيير كلمة المرور، هنا إذا كنت تريد أن تقوم بهذا الخيار add smart card لا يهم، هذا هو الخيار الذي يهم هنا إذا كنت تريد أن تقوم بإزالة القفل. تقوم بالنقر على turn off bitlocker، ثم تنقر هنا على turn off bitlocker، وبعد ذلك سوف يتم إزالة القفل نهائيا، وبذلك تكون قد قمت باستعادة القرص كما سوف تستعيده على حاله الطبيعي كما تلاحظ معي. تم إزالة القفل نهائيا. كانت هذه حلقة خاصة بطريقة قفل إحدى الأقراص الصلبة بواسطة كما قلت بواسطة باسورد أو عن طريق قفل، حتى لا يقوم أي شخص بالدخول إلى القرص الذي قمت بغلقه بطريقة سهلة جدا. أتمنى إخواني الكرام أن تكون قد أعجبتكم الحلقة. إذا أعجبتكم الحلقة لا تنسوا دائما دعمنا بالنقر على زر لايك للفيديو إذا أعجبتكم الحلقة بطبيعة الحال، وكذلك الاشتراك في القناة تشجيعا لنا حتى نستمر في نشر المزيد إن شاء الله. وشكرا للمتابعة، إلى حلقات قادمة بحول الله. نشكركم للمشاهدة، إذا أعجبكم الفيديو لا تنسوا الإعجاب والاشتراك والتعليق.